السلام عليكم، ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال، وعيدكم سعيد ومبارك. مع الحر الشديد هنا في السعودية، لقيت دلوقت دوت مناسب إن أنا أقول لكم عن حاجة جت في بالي ومهمة قوي، وبسمع شكاويها كتير اليومين دول، ولازم أقولها لكم لأن هي متوقف عليها قرار الدكتور. يا ترى يشتغل دكتور البطنة ولا يحولها لدكتور القلب؟ الخفقان، مين فينا ما جالوش خفقان مرة واحدة في حياته على الأقل؟ كلمة خفقان إن الإنسان يحس بضربات القلب بتاعته، أو يحس إنها سريعة، أو ممكن يحس إنها مش منتظمة، يعني ممكن يحس إن في ضربة كده عدت منه. والحقيقة أما بيحصل الخفقان الإنسان بيخاف لا يجرى له حاجة، خاصة إذا كانت حالة الخفقان شديدة أو مرضية. معنى كلامي إن في حالات خفقان كتيرة مش مرضية وليها أسباب تانية كتير. فإذا جالي مريض بيقول لي يا دكتور أنا عندي خفقان، أول حاجة هسأله عليها إذا كان الخفقان ده بيجيله ساعات أو مرة واحدة في حياته ولا متكرر كتير. ايه اسباب الخفقان او ضربات القلب السريعة او غير المنتظمة؟ من اهم الاسباب اسباب بسيطة جدا: الاسترس، الضغط النفسي، حالة البانيك، الشاي والقهوة والتدخين الكتير، النزلات المعوية وفقد الاملاح المعدنية من جسم الانسان. بتفقدنا صوديوم وبوتاسيوم، فدوت بيأثر على الأملاح المعدنية اللي ممكن يأثر على ضربات القلب. الغدة الدرقية النشطة ممكن تؤدي إلى خفقان. حالات الأدوية أو بعض أنواع الأدوية ممكن تسبب الخفقان، زي أدوية الزكام والأنفلونزا، بخاخات الربو وحساسية الصدر زي مادة السلبوتامول من منشطات بيتا اللي هي بتعمل سرعة في ضربات القلب، عدم النوم أو انسداد المجرى التنفسي أثناء النوم، الضغط النفسي المستمر. وبعد كده بتيجي أمراض القلب زي الصمامات أو الشرايين القلب أو مشاكل القلب العامة اللي تخص عضلة القلب أو قصور الشرايين. إذن قبل ما أفكر أحول المريض لدكتور القلب، لازم أكون استثنيت جميع الأسباب اللي أنا قلتها لكم اللي ممكن تسبب الخفقان. عشان نشخص حالة خفقان، زي ما قلت لكم هكشف على المريض وأسأل على كل الحاجات اللي أنا قلت لكم عليها، إذا كان بيدخن ولا لأ، بيشرب شاي أو قهوة أو لأ. البيبسي على فكرة برضو ممكن تعمل خفقان، لأن البيبسي فيها كافيين كتير. وأشوف طبيعة شخصيته، هل هو عنده ضغط نفسي، هل بيشرب شاي وقهوة كتير، هل بيشرب كحول كتير، هل عنده أي مشاكل عائلية أو نفسية، هل بيجيله انسداد في مجرى التنفس، هل بيستخدم بخاخات حساسية أو ربو، هل بيجيله هبوط ضغط كتير، هل عنده نزلات معوية متكررة بتسبب له نقص في الصوديوم أو البوتاسيوم، هل عنده سكر، بيجيله حالات هبوط سكر ممكن تؤدي إلى خفقان ولا لا. وبعد كده هنعمل مجموعة من الفحوصات عشان نثبت الكلام ده، زي تحليل الأملاح المعدنية، الصوديوم والبوتاسيوم، تحليل الغدة الدرقية عشان نعرف هي نشطة ولا لا، هنعمل تحليل صورة دم كاملة عشان نتأكد ان مفيش انيميا او فقر دم. وبعد كده هنعمل تحاليل لأي حاجة ليها علاقة بسرعة ضربات القلب. اذا وجدنا كل شيء سليم ان شاء الله، بنطمنه انها ممكن تحصل لواحد او اتنين او حاجة.
اذا رجع لي وقال لي ان الخفقان مستمر هحوله لدكتور القلب اللي بدوره ممكن يعمل له رسم قلب عادي عشان يعرف هل في انتظام في الضربات ولا عنده عدم انتظام، وممكن يحط له حاجة اسمها الهولتر 24 ساعة اللي بترصد ضربات القلب على مدى ال 24 ساعة، وممكن يعمل له ايكو اللي هو الترا ساوند على القلب، وممكن نوصل لقسطرة على القلب عشان يطمن على شرايين القلب وعضلة القلب. يبقى اذا بكرر، مش اي حالة خفقان هتحتاج ان انت تروح للدكتور، ومش اي حالة خفقان هتحولها لدكتور القلب على طول. العلاج على حسب المرض، يعني لو مفيش حاجة هطمن المريض واقول له انت بخير وكويس، ولو في لا قدر الله حاجة ليها علاقة بعاداته هقول له قلل الشاي، قلل القهوة، حاول تنام كويس، ولو لقيت عنده توتر او قولون عصبي او حاجة من الحاجات دي هديله حاجة تعالج التوتر او تقلل التوتر بتاعه الى اقصى حد ممكن اقدر افيده بيه. وفي حالة لو تحول لدكتور القلب وطلع عنده لا قدر الله اي مشكلة في عضلة القلب، هنا هيبقى العلاج مختص بعيادة القلب. ما تقلقش، نصايح: اذا جالك خفقان، كلنا ممكن يجيلنا خفقان اذا ما نمناش كويس، ما كلناش كويس، شربنا شاي او قهوة كتير، خدنا زكام، جالنا ارتفاع في درجة الحرارة. امتى تجري على الطوارئ بسرعة؟ اما يجيلك خفقان او سرعة في ضربات القلب شديدة جدا، وفي نفس الوقت معاها عرق ودوخة وعدم اتزان وفقدان للتوازن وهبوط سريع في ضغط الدم. غير كده ادي فرصة كام يوم، اعرف الاول الخفقان ده هيجيلك مرة وخلاص، وبعد كده بتروح للدكتور اذا استمر عشان يبدأ معاك بحث عن سبب الخفقان. انما بكرر ان معظم الاسباب حميدة وبسيطة، وبتمنى لكم كلكم الصحة والسعادة. ما تنسوش لايك، سبسكرايب، تفعيل جرس، واشوفكم على خير. سلام عليكم.